يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب، يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. وأعظم رزق وأعظم رزق حل بالطهر فاطم، له الكون من حر المصاب تزعزعا، وأعظم منه رزق سبط محمد غداة بيوم الطف نادى، فأسمع لئين هشم ضلعين من الطهر واحدا. هذا الشاعر يريد يقارن بين مصيبة الزهراء ومصيبة الحسين سلام الله عليه. كل المصائب اللي جرت على الزهراء جرت على الحسين وزينب بدرجة أكبر وأعظم في كربلاء، بل مصيبة كربلاء هي امتداد لمصيبة الزهراء. لئين هشم ضلعين من الطهر واحدا، فهذا حسين هشم منه أضلع، وإن أنبت المسمار في جنب جسمها، فجسم حسين فجسم حسين بالسيوف توزع، وإن أسقطوا منها الجنين بعصرة، فقطع وريد الطفل قد كان أفظع، وإن منعوها تستظل فشبلها تجرع من حر الظما،
جرعا وإن شيعوا بالليل جثمان فاطم فقد منعوا جثمانه أن يشيع بعد وإن دفنت وإن دفنت سريا فإن حسينها رموه ثلاثا بالفلات مضيعا وإن أحرقوا بالنار وإن أحرقوا هاي أعظم مصيبة كما أحرقوا باب الزهراء أحرقوا خيام زينب في كربلاء وإن أحرقوا بيت البتول بناره فقد أحرقوا أبيات زينب أجمعا فقد أحرقوا أبيات زينب أجمعا البيت يؤذي قلب الغيور كيف أن الزهراء تضرب بالسياط كيف أن زينب تضرب بالسياط وهن بنات النبوة بنات الرسالة وإن أحرقوا بيت البتول بناره فقد أحرقوا أبيات زينب أجمعا وإن صار من ضرب السياط بزندها كما الدملج المسود أدمعا فإن صياط الشمر أدمت مواضعا لزينب حتى لم يفارقن موضعا نادت يما ما طاب ضلعك بعد ما طاب يما ما طاب ضلعيش بعد ما طاب وبسمار صدرك بعد لهاب والله ومن هجموا من شبوا النيران بالباب ترى الزينة بالحر رح ترقى تطناب يما ومن طايح مين طايح محسن فوق التراب ترى طاح الحسين بسهم وانصاب اي طاح الحسين بسهم والدارج الأجناب الأجناب ترى زينب زينب سلبها شلون سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
قال المولى في كتابه وبرهانه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق يا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة حبيبة الله وبضعة رسول الله الصديقة الطاهرة المظلومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله عز وجل بحقها أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يرزقنا وإياكم جميعاً حسن العاقبة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كثيرة هي الآيات والسور التي نزلت في حق الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، سواء كانت نزلت في حقها بسورة خاصة أو تشملها تلك الآيات مع بقية أهل البيت، بقية آل النبي مع علي والحسن والحسين سلام الله عليهما. والملفت للنظر أيها الأحباب أن هذه الآيات التي نزلت في حق الزهراء سلام الله عليها أو سور كاملة نزلت في حقها يكاد يكون إجماع بين جميع المسلمين على أنها نزلت في حقها، مثل سورة الإنسان، هذه سورة الدهر، سورة الإنسان، سورة الكوثر مصداقها الأعظم السيدة الزهراء، بل مورد نزولها أنا ما نلقى سبب نزول في سورة الكوثر غير أنها نزلت في حق الزهراء سلام الله عليها لما رزق الله عز وجل نبيه الكريم بالسيدة فاطمة سماها الكوثر في قبال من كان شانئ النبي وهو العاص رحمة الله عليه، اللي كان يصف النبي بالأبتر، فأعطاه الزهراء سلام الله عليها وسماها الكوثر. الكوثر يعني الخير الكثير، وقد ذكرنا معنى الكوثر في المجلس الأول إذا تذكرون. الكوثر والخير الكثير الدائم على وزن فوعل، صيغة مبالغة، مبالغة في الكم والكيف، يعني العدد كثير والنوعية جيدة. الكوثر هو الخير الكثير النفاع للآخرين. فسورة كاملة نزلت في حقها سلام الله عليها، بل من أعظم النعم التي من الله بها على رسوله الكريم هي نعمة الزهراء سلام الله عليها، النحلة العظيمة سلام الله عليها لرسوله الكريم، بل شرح الله بها قلب النبي وصدر النبي. اقرأ في تفسير ألم نشرح لك صدرك في روايات أهل البيت أن الله عز وجل شرح صدر النبي وقلب النبي بفاطمة، بعلي، بالحسن والحسين. كان لما يضيق صدر النبي من هذه الأمة ما أذي نبي كما أذيت. وين كان يروح؟ كان يذهب إلى فاطمة عليه السلام ويقبلها، يشمها، فيها رائحة الجنة، يستر قلب النبي صلى الله عليه وآله. فلما أعطاه الكوثر بماذا أمره؟ لشكر هذه النعمة. شوف المعطيات الأخرى، مثلا لما أعطي الفتح، لما أعطي النبي الكريم أعطي فتح مكة، إيش قال القرآن الكريم؟ هذا فتح عظيم، نصرة النبي، نصر النبي في يوم مكة. القرآن إيش قال؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه النعمة العظيمة، نعمة الانتصار، حتى تشكر هذه النعمة شو تسوي؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني تسبيح واستغفار شكرا لهذه النعمة، نعمة النصر. لكن لما أعطي الزهراء إيش قال القرآن الكريم؟ إنا أعطيناك
كوثر، مو فسبح، فصلي لربك وانحر. والصلاة أعظم من التسبيح وأعظم من الاستغفار، هاي أذكار تابعة للصلاة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. يعني يا رسول الله على مود تشكر نعمة الزهراء عليه السلام، ماكو غير الصلاة اللي هي أعظم شيء. الصلاة أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، الصلاة. هذه الصلاة، أداء الصلاة اللي بيتشكر نعمة هبة الزهراء، هاي المنحة العظيمة فاطمة سلام الله عليها. هذه سورة الإنسان، وبالإجماع أنها نزلت في حقها، وهي محور هذه السورة الزهراء عليه السلام. ويصرح علماؤنا وعلماء كذلك غيرنا من علماء أبناء العامة، مع احترام للجميع علماء أبناء العامة، على رأسهم الفخر الرازي وغيره كثيرون، أنه ذكرت جميع النعم في هذه السورة، سورة الإنسان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه السورة سورة الإنسان نزلت في حقهم، ويصرح يقول ذكرت فيها جميع النعم، نعم الآخرة، إلا الحور العين ما ذكرت، كرامة لفاطمة الزهراء عليه السلام. يعني ثابت أنها نزلت في حقها كرامة للزهراء، لم تذكر الحور العين. في بقية آيات النعيم لما نذكر آيات الجنة، القرآن الكريم أول ما يقول وزوجناهم بحور عين، هنا ذكر متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إلى آخره، ملابس استبرق إلى آخره، كل النعم بأعلى الدرجات ذكرها، ذكرتها السورة، إلا الحور العين كرامة لفاطمة سلام الله عليها. إذا ثابت هذه، وأنه الله عز وجل أنزلها في حقهم لما نذروا صياما لشفاء الحسنين، قضية معروفة أنتم أصحاب مجالس، لشفاء الحسنين. فامتحنهم الله بمن؟ بالإيثار. الله عز وجل امتحنهم بالإيثار، الإيثار أعلى درجات، رتبة من رتب الصديقين. شنو الإيثار؟ هو العطاء مع الحاجة، مع الفاقة، مع الاحتياج. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة، مع حاجتي لهذه القضية أنا أنفقها من أجل الله عز وجل. هاي أعلى درجات الكرم، الإيثار والبذل أعلى درجات الكرم. فامتحنهم الله عز وجل بالإيثار. الله عز وجل يمتحن عباده لسببين أو لأمرين. العباد مرات الله عز وجل يمتحن العباد، هذا العبد لكي ينزل عن الادعاء. شوف هو قد الكلام لو مو قد الكلام. بعض الناس يقول لو الله عز وجل ينطيني كذا أموال إلا أسوي هيك وأطهي وأصدق وأفعل كذا وكذا، لو كان الله يعطيني كذا أسوي كذا. فيمتحنه الله عز وجل، يشوف هو قد كلامه لو مو قد كلامه. هذا ما يصير ويا الأولياء، هذا ويا الناس العاديين. أما الأولياء لا، القسم الثاني من الامتحان، الله يمتحن الأولياء حتى يعرفوا في الأمة، حتى يعرف قدرهم عند الناس. يمتحن الأنبياء، يمتحن الأئمة عليهم السلام، كما امتحن النبي بالإيذاء، ما أوذي نبي كما أوذيت، امتحن النبي بالجرح بالحروب، بعد بأذيته في أهل بيته. كلما يصبر هذا الولي الله يرفعه مقامات، وبالتالي الناس تعرف مقامه وعظمته من خلال هذا الاختبار، هذا الامتحان. يمتحن علي بن أبي طالب بالجهاد في سبيل الله، بالإعراض عنه من قبل هذه الأمة، يمتحن بيوم الباب، أعظم امتحان واختبار لأمير المؤمنين هو يوم الباب. ولهذا أستاذنا الشيخ باقر الإيرواني الله يطول عمره، من أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، من أهم الأساتذة، الشيخ الإيرواني، أنا أذكر في السنة الماضية في أيام شهادة الزهراء قال أشجع موقف لأمير المؤمنين هو يوم الباب، لا يوم الخندق ولا يوم أحد اللي قال جبرائيل لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، بسيف علي انتصر الإسلام، قام الإسلام. يقول أشجع موقف لأمير المؤمنين مو الخندق ولا خيبر ولا يوم أحد ولا يوم بدر، أشجع موقف لعلي بن أبي طالب هو الصبر عند مصيبة الباب. هذا الاختبار الإلهي العظيم لعلي بن أبي طالب، أن يصبر، هذا أشجع موقف لعلي بن أبي طالب، أشجع موقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام. أن يحرق بابه، تضرب سيدة النساء أمامه، ويصبر امتثالا لأمر الله، تسليما لأمر الله عز وجل. شلون تسليم عالي هذا عظيم. فيمتحن حتى يعرف قدره في هذه الأمة.
الأولياء. كذلك في هذه السورة أهل البيت امتحنوا لكي يعرف قدرهم أمام هذه الأمة، ولهذا بالإجماع لأن هذه السورة نزلت في حقهم، وأنهم آثروا على أنفسهم وباتوا طاوين إلا على الماء. من أجل ماذا؟ من أجل مسكين يتيم فقير. فقرآن سور تنزل في حق الزهراء، مرات آيات تشتمل عليها، مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك يكون شبه إجماع عند جميع المسلمين أن الزهراء مشمولة في هذه الآية، حتى اللي يدخلون بعد مثلا زوجات الرسول في بقية الآراء أولاد عم الرسول ما يقدر يطلع الزهراء من هذه، وإن كان إحنا في تفاسيرنا وفي روايات أهل البيت أنه مخصوصين فقط أصحاب الكساء، بتصريح كذلك عند علماء غيرنا كما في رواية الصواعق المحرقة لابن حجر. حتى أم سلمة لما اقتربت قال لها رسول الله إنك على خير لكن هذا ليس مكانك، هذا في مقام خاص، ونزلت إنما يريد الله وغيرها من السور والآيات. آية المباهلة كذلك، النبي في يوم المباهلة لم يخرج لا من زوجاته ولا من أقاربه إلا الزهراء فقط لا غير، أخرجها، والقرآن قال نساءنا ونساءكم لأنها سيدة نساء العالمين، بها باهلة رسول الله نصارى نجران. هذا في جانب القرآن، موضوعنا اليوم الزهراء في القرآن والحديث القدسي. عندنا بعد أكو عندنا أحاديث قدسية نزلت في حق الزهراء سلام الله عليه، بس كون نقدم مقدمة نعرف شنو معنى الحديث القدسي. أغلبنا نسمع أغلبنا الحديث القدسي، شنو الحديث القدسي أولا، ثانيا شنو الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، وهذا مهم جدا. عادة هم تلك الأحاديث القدسية كثير من الناس من يرفضها وما يقبلها وكذا. هناك أحاديث قدسية نزلت في حق أهل البيت في حق الزهراء بالخصوص سلام الله عليها، مثلا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل أنه قال لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. عادة هذا الحديث يكثر فيه اللغط، كثير من الناس ما تتحمل هذا الحديث ترفضه مباشرة، وهذا مو صحيح مو صحيح. فنقدم مقدمة ونسولف على هذا الحديث المهم جدا، نحكي الكلام الفصل فيه. أيها الأحباب، الحديث القدسي هو وحي من الله عز وجل، وحي من الله عن جبرائيل عن الله عز وجل عن طريق لسان النبي أو الأنبياء السابقين، الحديث القدسي. لكن هناك فروقات كثيرة بينه وبين القرآن، أهم فروقات اثنين نذكرهن. الفرق الأول بين القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، وبين الحديث القدسي، الفرق الأول أن القرآن فيه تحدي، فيه إعجاز. النبي لما أجى معجزة القرآن الكريم في زمن الفصاحة والبلاغة والمعلقات، وجاء بقرآن ما حد قدر يجيب آية من آياته، وكثير من الناس في ذلك الزمان مجرد أن سمعوا آيات قرآنية دخلوا إلى الإسلام، يعني كانوا منصفين. اقرب بالتفسير هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية كثير من القبائل دخلت إلى الإسلام مجرد أن سمعوا هذا التناسق وهذا الترتيب وهذا الهدف من الإسلام للمنصف. لما يشوف بلاغة القرآن فيها تحدي، ولهذا القرآن الرسول قال لهم ائتوا بمثله ما قدروا ولا يقدرون، ائتوا بعشر سور مفتريات هم ما قدروا، فأتوا بسورة واحدة من مثله ما قدروا، فيه تحدي. الحديث القدسي ليس فيه تحدي، هو بليغ بأعلى درجات البلاغة لكن مو مثل بلاغة القرآن، ليس فيه تحدي القرآن، ليس معجز كالقرآن، هو بليغ لكنه ليس بمعجز وما فيه تحدي للغة العرب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحديث القدسي هو أن القرآن الكريم هو قطعي الصدور. قطعي الصدور يعني شنو؟ يعني ثابت عند جميع المسلمين، ما حد يشكك أن هذا القرآن به مشكلة. هذا القرآن هو كما نزل على قلب رسول الله، كل آية في القرآن نفس الآية، هذا كلام الله قطعي الصدور أنه عن الوحي عن الله عز وجل. فماكو واحد يناقش أنه هاي الآية صحيحة مو صحيحة، واردة لو مو واردة، ماكو هيك في القرآن، ما بي لا حرف زيادة ولا حركة، قطعي الصدور أنه عن رسول الله عن الوحي عن الله عز وجل ثابت، ما واحد يشكك في سند القرآن. بالنسبة للحديث القدسي لا، حال الروايات أحاديث
النبي الأكرم وأحاديث المعصومين، بعد كون الراعي بها وجود المقتضى وعدم المانع، تخريج الرواية وسند الحديث كون تام السند يلا يؤخذ، يعني حال حال أحاديث الرسول. بعد هذا الشغل المجتهدين علماء الأعلام مراجعنا الكرام هم أصحاب الاختصاص، هم أهل الذكر فيه، فاللي يقرأ حديث قدسي يكون بعد يرجع به، ما يصير رفضا نهائيا مباشرة مختصاصة، يرجع علما لأهل الذكر اللي هم المراجع العلماء أصحاب الاختصاص. فكون الراعي به شنو؟ جهة السند. القرآن ما الراعي به جهة السند قطعي الصدور، أما الحديث القدسي كون الراعي به قضية شنو؟ أن الرواية معتبرة أو غير معتبرة. هنا بعد يصير الكلام بالحديث القدسي. الحديث القدسي بعدنا قسمين، إما أنه سنده تام، فهذا بعد طبعا هو ثابت عند الشيعة والسنة أن الحديث القدسي هو من منابع المعرفة الدينية لكل مسلم، هم من منابع المعرفة الدينية القرآن والحديث والحديث القدسي. فبالتالي إذا كان سنده صحيح وثابت ومتواتر أو قطعي أو ثابت أو سنده صحيح طريق إلى صحيح، هذا بعد ملزمين، إحنا ملزمين أن نأخذ به وحجة علينا. القسم الثاني إذا كان أكو فد مشكلة بالسند مثلا أو سند غير تام، هذا هل ينكر مباشرة؟ لا، قضية مو هيج، يعني الرواية ضعيفة مثلا أو بها فد مشكلة بالإسناد أو فد قطع بالإسناد تضرب؟ لا ما تضرب. هذه بعد هذا شغل العلماء، شغل أهل الذكر. إذا كان في مشكلة في سنده ينظر إلى هذا الحديث أولا، إذا كان في المناقب والفضائل والإرشاد والمواعظ والأدعية، هذا واحد. ثانيا، وما يخالف ضروريات الدين والمذهب، وأكو مضمون مثل مضامين موجود بروايات أخرى بأدعية أخرى بأحاديث أخرى، هذا يؤخذ به. هذا ديدن علماءنا كابر عن كابر، الحديث اللي يوافق الأحاديث الصحيحة واللي في المناقب وفي المنازل أهل البيت مثلا أو في الوعظ في الإرشاد في الأخلاق في الأدعية، فما في مشكلة يأخذوه لأن يناسب ضروريات الدين، ما يخالف ضروريات الدين والمذهب، ما يخالف ثوابت الدين، مضمونه موجود بغيره من الروايات بغيره من الأدعية، يؤخذ به، يعني مضمونه عالي مثل حديث دعاء الصباح وغيره، مضمونه عالي، مضمونه العلماء أدواتهم الخاصة يعرفون أنه هذا كلام معصوم. أما إذا كان بالأحكام الشرعية فهاي قضيتها صعبة، وبعد يحتاج بعد الشغل الفقهي اللي يستنبط الأحكام الشرعية، فبعد هذا إذا كان في الأحكام الشرعية في الفقه في العبادات في المعاملات قضية تختلف، هاي قضية مختصة. أما إذا كان في المناقب في الأخلاق مثلا، إذا كان في مثلا في الأدعية في الوعظ في الإرشاد في الفضائل ويناسب مضامين أخرى في روايات ثابتة، يناسب ثوابت الدين ضروريات الدين وضروريات المذهب، فيؤخذ به لا ينكر. المشكلة اللي عندنا بعض الناس بس يسمع أنه هذا الحديث مثلا مضمونة ما عجبه أو ها أكو فد مشكلة بسيطة سندية، يقول لك لا هذا نضرب عرض الحائط، مو صحيح. أولا هذا تطفل على الاختصاص. الآن أي واحد يروح يراجع طبيب مثلا، الطبيب من يقول له هذا مضر، هذا شو اسمه الكوليسترول يسوي كذا، هذا العلاج تاخذه قبل الاكل بعد الاكل، شو ما تناقشه في عمل تاخذه اخذ مسلم، ومن تنقل عنه قال مختص الطبيب الفلاني، وهذا هو الصحيح والسيره العقلائيه والفطره هم كذلك تثبت هذا الشيء، ماكو مشكله. الان هاي البنايه مثلا، هاي البنايه يصير انا اقول جيبوا هالقد حديد هالقد وانا ما اعرف، مو صحيح. لازم يجي المهندس ويعرف ايش قد وزن هذه البناية، إيش قد السقف، إيش قد يخلى حديد، إيش قد كل من اختصاصه، هذا رجوع لأهل الاختصاص، الفطرة والسيرة العقلائية تثبت هذا الشيء قبل النصوص وقبل أي شيء. فبالتالي إحنا بهاي الأحاديث نرجع المن، ما يصير أنا أفتي بهذا الحديث، أرجع أشوف العلماء إيش قالوا بهذا الحديث. والقضية مو مثل ما تتبادر للأذهان، بعض الناس هم يرفضون هذا حديث الأفلاك، يقول لي مو هذا بتقدم رتبي، يعني علي بن ابي طالب افضل من الرسول والزهراء احسن من الرسول ومن علي بن ابي طالب، يعني مو هيك القضيه، مو هيك. حتى في فهم الاحاديث في تدبر في الاحاديث كن نرجع لاهل الاختصاص، نتدبر كما نتدبر في القران الكريم، نتدبر في كلام اهل البيت في احاديثهم في رواياتهم، وناخذ الفهم الصحيح من اصحاب الاختصاص، مثل ما ابو الفيزياء يرجع العالم الفيزياء، ابو الكيمياء يرجع العالم الكيمياء. فشوف أهل الاختصاص هذا مو تقدم رتبي،
متقدم رتبي، مثل ما ذكرنا إذا ذكرون ليلة البارحة، مثل أنه الابتداء بالزهراء في حديث الكساء، حديث الكساء خبهم حديث قدسي، جبرائيل قال نزل عن الله عز وجل إن العزيز الجليل يقرئك السلام. طبعا هذا مضمون حديث الأفلات يعضد شنو؟ حديث الكساء موجود في أحاديث أخرى. بعد اقرأ زيارة الجامعة، مضمون حديث الأفلات موجود في زيارة الجامعة، فمضمونه موجود بغيره من المضامين من الأحاديث الثابتة من الزيارات الأدعية كذلك. بل في دعاء عرفة للإمام السجاد عندنا في يوم عرفة كثير من الأدعية المشهور، دعاء الإمام الحسين عليه السلام، عندنا دعاء لرسول الله في يوم عرفة، عندنا دعاء للإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه في يوم عرفة. هذا الدعاء من أجمل الإثباتات لقضية الإمامة وقضية الإمام الحجة عجل فرجه الشريف. صور أن الإمام سنة 95 يثبت وجود الإمام الحجة في هذا الدعاء، والإمام الحجة 255 ولادته، فيذكر مضامين عالية في هذا الدعاء. يحب يراجع في مفاتيح الجنان دعاء الإمام السجاد بيوم عرفة، يذكر هذا مضمون حديث الأفلاكي ذكر في الدعاء، فموجود في نصوص أخرى في أدعية موجود هذا المضمون، وهذا متقدم رتبي. في حديث الكساء قال وهم فاطمة وأبوها وبعلها وابن، ليش ما قال وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن؟ الله عز وجل، نحن نعتقد بأن النبي أعظم ما خلق الله، أعظم من أمير المؤمنين وأعظم من الزهراء، بل فيض الإله على علي وفاطمة عن طريق رسول الله، فخر الكائنات، أعظم ما خلق الله النبي الأكرم على ذكره صلوا عليه وآله. هو خير المخلوقات، هو دون الخالق فوق المخلوق رسول الله، فهذا مو تقدم رتبي، هاي أكو خصوصية للزهراء الله عز وجل يريد يبينها. كذلك في الدعاء المروي عن الإمام الصادق عن جده رسول الله، اللهم بفاطمة وأبيها، ابتداء بالزهراء ليش؟ وبعلها وبنيها. في حديث الكساء وهم فاطمة، خصوصية لفاطمة يريد يبينها إنه حتى نعرف عظمة فاطمة ومركزية فاطمة، أنها حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. فبالتالي أيها الأحباب، هذا الحديث مضمونه موجود في أماكن أخرى. ثم أنه مثل راجع كلمات العلماء من أهم مراجعنا العظام، فتح من فطاح حوزة النجف الأشرف السيد الروحاني، معروف سيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، من تلاميذ الخط الأول من تلاميذ السيد الخوئي قدس الله سره الشريف. السيد الروحاني يعلق على هذا الحديث يقول وإن كان أكو فد مشكلة في السند، هذا الحديث لا ينكر لا يرفض. ليش؟ لأن مضمونه موجود ولا يخالف ثوابت العقائد وثوابت الدين، ومضمونه موجود في زيارة الجامعة، موجود في أحاديث أهل البيت، في أدعية أهل البيت، في زياراتهم موجود، وهذا ما ينافي الثوابت. زين شنو معنى هذا؟ لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقتك، هذا كن نفهم أيها الأحباب. هنا هذا متقدم رتبي، مو معناها أن الزهراء أعظم من رسول الله، لا، قلنا هاي قضية مركزية محورية، محورية الزهراء أنها حلقة الوصل بين النبوة والإمامة، هي أم النبوة، أم أبيها وأم الإمامة. لولاك لما خلقت الأفلاك، هنا لو واحد يجي يسأل ويجاوب القرآن الكريم، نسأل القرآن والقرآن يجاوبنا بآيات قرآنية، لماذا الله عز وجل خلق الأفلاك، خلق هذا الكون، سماوات، أرض، بحار، سماوات، ليش خلقها؟ يجاوبنا القرآن الكريم، يقول خلقها من أجل البشر، هذا الكون كله الله سخره من أجلنا. إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، آية أخرى، خلق لكم ما في السماوات وما في... إذن هاي الأفلاك الله خلقها من أجل من؟ من أجل الإنسان. لو ما موجود إنسان وجودها شيء يصير هذا خلق عبث، عبث، غاية ماكو. الغاية من خلق الأفلاك أن الله عز وجل خلقها لخدمة الإنسان، هاي واحد. ثانيا، الإنسان الله ليش خلقه؟ لماذا خلق الله البشر؟ هذا احنا جايين نسولف وين القرآن، القرآن يجاوبنا لماذا خلق الله البشر. القرآن شو يقول؟ يجاوب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هاي ليعبدون ذكرتها أنا ذكره في أول ليلة، إلا ليعرفون، يعني عبادة قائمة على المعرفة، مو عبادة هيك، على عقيدة سليمة صحيحة قائمة على معرفة الله عز وجل، أصول يعني توحيد نبوة إمامة عدل معاد وعبادة، أساس ثم عبادة.
ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان أعظم مقام يصله الإنسان هو مقام العبودية لله عز وجل. ولهذا بالقرآن يفتخر رسول الله بأن الله وصفه بالعبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بمن بعبده. أعظم مقام هو مقام، أعظم من وصل في مقام العبودية هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد. فتكامل الإنسان بالعبادة القائمة على المعرفة، على الفهم، العبادة. إذن الله عز وجل خلق الإنسان حتى يعبد من أجل العبادة. ترى حتى عملك هو عبادة، إذا كان لوجه الله هو عبادة، حتى يعبد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، الإنسان يريد يعبد رب العالمين حتى يتكامل، حتى يتحقق الغرض من الخلقة. أكوان وإنسان يعبد، يعبد بكيفه، لو أكو ضوابط ومقاييس إلهية، سنن إلهية. أكيد الله يعبد من حيث هو يريد، مو من حيث إحنا نريد بكيفنا. كل من يعبد بكيفه، فخلالنا دليل حتى من خلاله نعبد الله عز وجل، من خلاله تصل عبادتنا إلى الله عز وجل. هذا الدليل هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل كذلك الأنبياء لهداية البشر يعلمهم دينهم وعبادتهم. إذن أيها الأحباب، لولا كلما خلقت الأفلاك، يعني لولا وجودك يا رسول الله، هذا الأفلاك والناس اللي خلقناهم عبث عبث. الله أراد أن يعرف فخلق الخلق، وخلق محمد وآل محمد حتى من خلالهم يعرف. ولهذا هم قالوا بنا عرف الله، من أراد الله بدأ بكم. شوفوا مضامين الزيارة الجامعة، من خلالهم نعرف الله عز وجل، من خلالهم هم الطريق، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. إذن رسول الله هو الدليل إلى الله عز وجل، نعبد الله عز وجل من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، بما أن القرآن خاطب النبي إنك ميت وإنهم ميتون، النبي ما يبقى إلى الأبد، فشاء الله عز وجل أنه شنو يكون هناك امتداد طبيعي لرسول الله لازم. وهذا بالعقيدة، في كل زمان أكو شريعة وأكو قيوم على الشريعة، أكو وصي، أكو حجة على الخلق، لولا الحجة لساخت الأرض. فش قال له؟ قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت، كش ما سويت. إذا ما تبلغ بولاية أمير المؤمنين تستقم الناس على ولايته، بعد تنتفي الغرض، المبعث وغرض الخلق كله ينتفي، يصير عبث، يصير عبث. لولا وجود علي بن أبي طالب يحمل ذكرك قيوم على شريعتك يقوم الدين بوجوده الشريف، بعد ينتفي الغرض، يصير عبث، هم يصير عبث. فلازم وجود شنو؟ امتداد طبيعي للنبوة، وهو الإمامة. الإمامة، ولما أخذ البيعة نزلت الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. بولاية أمير المؤمنين تمت النعمة، كمل الدين، الله يرتضي الإسلام. هذا إسلامنا، بدون ولاية علي بن أبي طالب ما مرتضي، ما يرضى رب العالمين. زين، أمير المؤمنين هم ما باقي إلى أبد الآبدين، كون أكو بعد مسيرة مكتملة، في كل زمان أكو حجة. هنا أجى دور الزهراء. إذن لولا علي لما خلقتك، يعني لولا علي يحمل رسالتك يكمل مسيرتك في هداية الناس، صار هذا بعد شنو؟ خلق الأفلاك وخلق الناس وبعثك صار عبث. الأمير المؤمنين لولا وجود الزهراء كوعاء ككفء لعلي بن أبي طالب، لولا علي، هذا الحديث عن رسول الله المتواتر عند الشيعة والسنة، لولا علي لما وجد كفء لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. لولا وجود الزهراء كوعاء للإمامة من خلالها صارت شنو؟ حجة على الحجج، حجة على الأئمة عليهم السلام. الزهراء سلام الله عليها لما ولد الحسن والحسين وبقية الأئمة المعصومين عليهم السلام. ولهذا قال لولا فاطمة لما خلقتكما. لولا وجود الزهراء كفء لعلي بن أبي طالب وذريتها الطاهرة معصومين إمام بعد إمام إلى وقتنا هذا، صاحب العصر والزمان وإلى يوم القيامة. وهذا هم حديث الأفلاك ضيفة للأدلة، من أحد الأدلة على وجود صاحب العصر والزمان، امتداد، هذا الامتداد موجود. لولا الزهراء وعاء الإمامة، أم الإمامة، أم النبوة، حلقة الوصل بين النبوة والإمامة، لما خلقتكما، لأن ينتفي الغرض، ينتفي الغرض. إذن هذا بعد ما ينافي هذا الكلام، مو مثل متقدم رتبي هذا، لا، النبي أعظم صلى الله عليه وآله، لكن هذا بيان لخصوصية فاطمة في أنها وعاء الإمامة، في أنها أم الأئمة الأطهار إماما بعد إمام. هذه الزهراء سلام الله عليها، هذه الزهراء حبيبة الله،
هذه الزهراء سلام الله عليها التي كان النبي لما يدخل عليها يضمها إلى صدره ويقبل بين عينيها ويقبل يدها ويقول فاطمة الريحانة من الدنيا قلبي الذي بين جنبي، شرح الله بها قلب النبي. يجي البيت الزهراء يستأذن بالدخول على فاطمة، لما تستأذن والدار دارك وأنا صفيتك أنا بنيتك؟ يقولها إن الله أمرني أن أستأذن عليك، فإن بابك باب الله حجابك حجاب الله. يا ليتك حاضرا يا رسول الله، شوف ماذا صنعوا بابنتك الزهراء. تقول لهم دير بالكم على بنيتي الوحيدة، هاي فاطمة الزهراء بنيتي الوحيدة، هاي بضعة مني شجنة مني فاطمة، قلبي فاطمة، روحي فاطمة، شمامتي فاطمة الزهراء، أنا راحل عنكم، دير بالكم على بنيتي، هاي الوديعة، هذه وديعة الله، هذه حجاب الله فاطمة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، القربى فاطمة والحسن والحسين وعلي، دير بالكم عليهم. أقول يا ليتك حاضرا يا رسول الله. نفذوا هاي الوصية، هذا الباب اللي كان الملائكة تقبل أعتابه، النبي يستأذن عليه، ذول سووها مستأذنوا يومين على شهادة رسول الله، نحن في عزاء على رسول الله. تقول له روح، هذا اللي يجي روح، تركنا في عزاء على رسول الله. يقولوا له أن في الدار فاطمة، يقولهم وإن، شوف بهذه الكلمة، كلمة وإن قتل الحسين بكربلاء، قتل الحسين بكربلاء، وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، يهجم جبرائيل يستأذن، هذا يدخل يحرق البيت على فاطمة سلام الله عليها. عصروها بين الحائط والباب ويتنادي وأبا محمدا، ثم نادت يا فضة إليك خذيني وعلى صدرك سنديني، إنهم والله أسقطوا مني جنيني. أي جرأة على الله على رسول الله هذه؟ ما اكتفوا بهذا، هذا يقول لي، يقول لي يا معاوية لما دفعت الباب على فاطمة سمعت تكسر أضلاعي، فدفعت الباب عليها حتى نبت المسمار في صدرها، وهي اللي نادت يا فضة خذيني وعلى صدرك يا فضة سنديني، تراه يوم سقطوا مني جنيني جنيني. المصيبة هذا الفعل صار أمام الحسين، أطفال صغار أمام الحسين أمام زينب، خرجوا خلف أبيهم لما أخذوا أمير المؤمنين. زينب ركضت صياب بوغة والجدم يعثار، تقل ضربة أمي بويا يا حيدار، بويا سيطرة على خدها وشيفت صار أحمر، وانت شلون وانت شلون ساكت يا أسد خبر، كأني بها قلبك وي زينب، يا وصف بابك يندفيع، عزاه روين صابي الضليع، ضلعي بابك يا حام ما يلحمه، سووا كسرى وضليعها فاطمة،
يا حامي الجار محسن هيا حدار وقع. البيت الجاي هواي يأذي قلبك يا محب الزهراء، العذر منك سيدي يا صاحب الزمان. محسن هيا حدار وقع خد فاطمة وسفا صفا وناك يا كرار وناك يا كرار ظلت 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 تون ونون خفية والله ظليت وين والون خفية خفية ويون يمها الحسن وحسين خي لما اندنت من عدها المنية وصت تندفين بالليل الأظلم ودفنها أمير المؤمنين في جوف الليل وانتصف الليل كان يبكي عند قبرها ينادي مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي يا موالين غفى الإمام قليلاً كوشف للإمام أنه رأى الزهرات قل له يا علي قم واذهب إلى الدار ليش يا فاطمة زينب قد انتبهت من نومها الدار خالية موحشة ولا أنت موجود ولا أنا موجودة زينب انتبهت من نومها البيت ظلمة أبوها ما موجود متعودة طفلة تنام يممها قلها يما فزيت فزيت من نومي وجيتك يما فزيت من نومي وجيتك بفراشك يا يما ما لقيتك يما من صغر سني فارقيتك أمير المؤمنين عند قبر الزهراء قل له حيدر زينب يا حيدر روح ليها ونشف دموعها وصبر عليها أنا خاف أنا خاف أنا على بنيتي من بجيها رجع الإمام شاف زينب واقفة بباب الدار ضمها إلى صدره قل له أبويا ليش ما وديتني وياك أزور أمي وسعدنك على بجاياك يا أبويا النوبر يدن تحب وانخاك اي من تروح بويا ويا يا 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 خيدني اقول الزهراء تخاف على قلب زينب من الدهشه تخاف عليها من الوحشه يمها الحسن يمها الحسين زينب تبكي على امها في عز وفي جلال يمها ابوها علي لكن في كربلاء يا موالين إذا نادت وحسينا تضرب بالصياط أيوا زينبا أيوا سيدتا وقد ضاع عنا خبر الحسين وصلت إلى جسد أبي عبد الله قل له خويا يا 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 ويا الحمد لله يا خويا من لقيتك خويا من لقيتك من لقيتك ولو ما ريحت امك شاجزيتك خويا يا ويا
وبثنين دي قلب ويتك ويالي لو نقدر يا خويا شايا يا خذيتك خويا للخيمة وبكيف نعيتك نادت يماي يما يا الزهرة ما تدري ينشنه الصار يما يا ولا واحد بقى من الأهل يما يا حسين ابنش على التربان يماي وداست على صدر خيول يا مية إذا للطمت الخد فاطم عنده يا الله فرج عنا يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا كريم. الحاضرين جميعا اللهم اقض حوائجهم تقبل أعمالهم مريض ومن عنده مريض كل من أوصانا بالدعاء. اللهم من عليهم جميعا بالصحة والسلامة والعافية إنهم لا يحتاجون إلى حكيم سواك. السادة المؤسسون لهذا المأتم الشريف اللهم تقبل أعمالهم سجلهم في سجل خدمة الحسين إلى أرواح أمواتهم وأمواتكم أجمعين إلى من مات على ولاية أمير المؤمنين بالخصوص إلى علمائنا الماضين إلى شهدائنا الأبرار إلى خدام الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.